النهارده مع الووتر بولو ابطال كاس مصر. طبعا فوز رائع، فوز بمشوار صعب، الزمالك ثم الجزيره ثم هليوبوليس، واكيد الجهاز الفني كان له دور كبير جدا. بنرحب بالبدايه بكابتن توفيق جماد مدرب الفريق. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك. منورنا والف مليون مبروك. ميرسي لحضرتك جدا. الحمد لله رب العالمين. بنرحب بكابتن سيف الدين ممدوح مدير اداري الفريق. اهلا بك يا كابتن سيف. اهلا كابتن هيثم. منورنا. الله يخليك. كابتن سيف، طبعا يعني عايز ابتدي من البدايه، يعني بدايه الموسم، الاعداد، التارجت بتاعنا، الهدف، خاصه ان الووتر بولو من الالعاب الصعبه. منافس انديه، اللعبه الشعبيه الاولى فيها هي الووتر بولو. بالظبط. كلمنا عن بدايه الاعداد، خاصه حضرتك مدير اداري وكل الامور دي كانت معروضه على سيادتك في البدايه. احنا التوجه من الاول، من حوالي سنتين، من اخر يعني موسم انتقالات، ان احنا ننزل بمتوسط العمر بتاع الفرقه. فكنا الفتره اللي فاتت مهتمين جدا بقطاع الناشئين، وحتى الانتقالات، اللعيبه اللي جت من بره النادي كلها اعمارها صغيره، يعني عبد الرحمن فوزي مواليد 2000، وائل مروان مروان جون مواليد 2000، ابو داوود وتوني مواليد 2004. فحتى اللعيبه اللي حتى جبناها من بره، يعني كنا بنشترط متوسط اعمار صغير. بالظبط، متوسط اعمار صغير. وكان في نفس الوقت يعني الدايركشن ان احنا ننزل بمعدل الاعمار وما نبعدش عن المنافسه. صعبه دي، كانت صعبه شويه، بس يعني ابتدت يعني تؤتي ثمارها زي ما يعني بيقول. يعني هي صعبه بس اتحققت بطوله اهي، كاس مصر. بالظبط. بتفوق كاسح. يعني طبعا لا السكور 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 كده، بس هو احنا كنا اجهز فرقه في الوقت ده من الموسم. وهم طبعا الفرقه الثانيه قويه، يعني محترمه جدا وقويه، بنحترمها. واحنا علشان احترمنا المنافس كويس جدا، ودي القيمه اللي زادت على الفرقه دي السنه دي، قدرنا نعمل السكور ده. نعم. ودي حاجه يعني اللي مخليها المكسب طعمه حلو. يعني انت كنت ممكن تبقى يعني تبقى سكتك سهله. يبقى ماتش فاينل بس. بيتهيألي لو كانت سكتي سهله كان الموضوع هيبقى اصعب بالنسبه لنا، لان انت لما بتلعب ماتشات جامده ورا بعض بيفضل ريتم الماتش الجامد. انت عايش انت المود، عايش انت رايح يوم الفاينل، انت لسه امبارح كان عندك ماتش شبهه بالظبط، فانت الريتم بتاع الماتش القوي محافظ عليه. غير لو انت انا سامع حتى كابتن توفيق بيأمن على كلامك. يعني انت يعني انت بتقول لو يعني انا اول مره اسمع كده. انا دايما يقول لك ابقى مريح بتاع واخش على الماتش جاي، بس انا سمعت كابتن توفيق بيقول طبعا، لان انت الريتم، انت واخد على رتم السرعه بتاع اللعب. انت مش جاي من راحه على الملعب، راحه يومين او راحه ثلاث ايام ما بين الماتشات، لا ده انت كنت لسه في الملعب قبليها بكام ساعه. طب هل اللي مشجعك ده اللي قاله كابتن سيف ان متوسط اعمارك صغيره، ده اللي مشجعك؟ متوسط اعمار صغيره وانت جهزت كويس، يعني اشتغلت في النادي الاهلي بيدي لك المساحه ان انت تشتغل كويس، تجهز للمواقف اللي زي كده. ما انت مش عارف في البطوله ايه اللي هيقابلك، مش عارف ايه السيتويشنز او المواقف اللي هتتحط فيها، فانت لازم تبقى مجهز لكل اللي هتقابله في السكه.